طيب بالانجليزي؟ تمام تمام حاضر. Today is the 114th day of the aggression on Gaza. Our people there are facing serious starvation, disconnection of water and electricity supplies, and international aid covers only 8% of the total. المساعدة الإنسانية تغطي فقط 8%. أكثر من 60,000 فلسطيني أصيبوا وأكثر من 25,000 قتلوا. منذ عدة أيام محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير جادة ومهمة للغاية سياسيا وقانونيا. My briefing today is about United Nations Relief and Work Agency, UNRWA. حديث اليوم عن الأونروا. The Israeli war against UNRWA is not new. حرب الإسرائيلية ضد الأونروا ليست بجديدة. إسرائيل دائما ما كانت تطالب بزعزعة الأونروا وتفكيكها، وهذا يشرح هجوم إسرائيل على مخيمات اللاجئين سواء في غزة، بلاطة، الفوار، عقبة جبر and هيش ومناطق أخرى. The accusations الاتهامات has made against certain staff of the UNRWA التي قامت بها إسرائيل تجاه أعضاء الأونروا يجب أن تنتظر لنهاية التحقيق. نحن في صدمة كبيرة أن عديد الدول قررت إيقاف دعمهم للأونروا. الدول التي أعلنت عن هذا مساعدتهم تمثل حوالي 70% من ميزانية الأونروا. هذا القرار خطير للغاية ونأمل أنه سيتم التراجع فيه. إيقاف المساعدات في ظل خطط إسرائيل للتهجير القسري لشعبنا من غزة. إيقاف المساعدات يأتي في أصعب الأوقات وقت قامت فيه محكمة العدل الدولية بمطالبة بإيصال فوري وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الأونروا تقدم مساعدات ل 1.7 مليون فلسطيني. هذا الهجوم على الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة وتصريحات الأمم المتحدة التي استخدمت في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة بني على هذا. نأمل أن إيقاف هذه المساعدات سيتم التراجع فيه كما قلت من قبل، ونرى وضع معوقات وعوائق في تنفيذ قرار المحكمة الذي طلب بمساعدات زيادة المساعدات إلى غزة. في هذه اللحظة العصيبة المساعدات مزيد من المساعدات مطلوبة، والأونروا تساهم بشكل كبير في هذه المساعدات، وهي رمز لحق الفلسطينيين وفقا له قرار الأمم المتحدة 194. ونأمل أن رئيس عباس وكلنا وراءه نرى هذا القرار بشكل جاد. إسرائيل تبدأ الحرب على الأونروا، ونأمل في انتهاء هذا الحرب واستمرار المساعدات للشعب الفلسطيني. شكرا. لكن في دول عربية استجابت لطلباتكم ونداءاتكم وعوضت جزء من هذا التمويل. هل هناك اتصالات مع دول عربية مثل قطر والسعودية لتعويض هذا التمويل؟ السؤال الثاني، هل ما يجري تنظرون إليه على أنه ازدواجية في المعايير في التعامل مع قضيتين، قضية مقتل 26,000 فلسطيني في غزة وقضية تتعلق ب 10 أو 12 موظف في الأونروا؟ شكرا على السؤال. بدون أدنى شك نحن نأمل من الدول العربية أن تقدم كل مساعدة لتمكين الأونروا من الاستمرار
في تقديم مساعداتها من جهة، ولكن أملنا أيضا هو أن هذا التوقف عن المساعدات يكون بشكل مؤقت جدا، وأن يتم العودة إلى تمويل الأنروا، موازنة الأنروا.